أعطى مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها. فمن تكون أبو دقة التي وضعتها فرنسا قيد الإقامة الجبرية لمدة 45 يوماً؟ حرارة من أوائل الأسيرات وأول مطاردة من الاحتلال وبنت أول مجموعة عسكرية في الأرض المحتلة في غزة وأول مبعدة من قطاع غزة بعد ما مضيت سنتين بالسجن. طبعاً اعتقلت عمري 15 سنة ونص وأبعدوني على الحدود، منعوني إسرائيل أرجع على غزة، وأيضاً كان ممنوع أدخل على الأراضي الأردنية، ولكن رفاقي خطفوني وعشت 30 سنة في المهجر وضعت قصير عن إسرائيل. أيضا إسرائيل لم يعني دخلت خطأ، ويعني أنا عضو مجلس وطني فلسطيني أيضا وناشطة في حقوق الإنسان والمرأة، ناشطة نسوية. ولدت مريم محمود محمد أبو دقة في بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس في 23 من جويلية عام 1952. درست المرحلة الأساسية في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والمرحلة الثانوية في مدرسة عز الدين القسام بغزة، وحصلت على الشهادة الثانوية العامة من دولة اليمن، ونالت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية من جمهورية بلغاريا. انتسبت أبو دقة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منذ عام 1965، وانتمت إلى الجبهة الشعبية عام 1967 وشاركت في نشاطاتها في فلسطين والأردن، وانتقلت إلى لبنان عام 1972 وأصبحت مسؤولة لفصيل عسكري فيها. أشرفت مريم على تأسيس منظمة الشبيبة الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وانتقلت إلى سوريا عام 1982 وكانت إحدى قيادات الجبهة الشعبية فيها، ثم إلى العراق فإلى ليبيا. أسست أبو دقة منظمة المرأة الأممية في بلغاريا عام 1984 وحصلت على عضوية فخرية من الاتحاد الديمقراطي النسائي البلغاري، وأصبحت عضو في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ثم عضو في المجلس الوطني، وعادت إلى فلسطين عام 1996 عبر تصريح زيارة من أهلها. اختيرت مريم عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000، وكانت مسؤولة اللجنة العليا لدعم الانتفاضة الثانية وتجمع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. مريم أبو دقة ترفض اتفاق أوسلو وتعتبر أن الاعتراف بدولة الاحتلال هو تنازل عن حق الفلسطينيين التاريخي. واليوم مجلس الدولة الفرنسي يطرد أبو دقة من أراضيه، وحتى يبرر موقفه يقر بأنه لا رابط يجمع بين أبو دقة وفرنسا، فهي التي وصلت إليها فقط في سبتمبر الماضي وهي التي لا تتقن لغتها، فلماذا إذن أخذ قرار طردها؟ هل هو تخوف من رأي ناشطة فلسطينية في وقت تشدد فيه فرنسا الخناق على كل مدافع عن غزة في حربها مع الكيان؟ أم هي قرارات عليا تأتي من مراكز أعلى لا يسمح النقاش فيها في فرنسا، بلد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟